في قلب أوروبا. لأكثر من 3 سنوات حاصر سراييفو القوميون الصرب الذين أرادوا تدمير التعايش النموذجي بين الصرب الأرثوذكس والكروات الكاثوليك والبوسنيين المسلمين. كان المدنيون البوسنيون أول ضحايا هذا التطهير العرقي. كانوا هم أيضاً من أسلاف، لكنهم أحفاد من اعتنقوا الإسلام عندما غزا العثمانيون البلقان في القرن 14. أيقظت الحروب في يوغوسلافيا في تسعينيات القرن الماضي العديد من الكليشيهات، وسادت فكرة أنه ولسبب غير معروف، ربما بسبب العثمانيين، كان هناك تنافر بين الناس في هذا الجزء من أوروبا، وقيل إن هذا أدى لتفجر الأوضاع في عامي 1991 و1992، ومن يعرف تاريخ جنوب شرق أوروبا يعلم أن هذا ليس صحيحاً، إذ لم يكد يكون هناك أي صراع عرقي بالرغم من التركيبة المعقدة على الصعيدين العرقي والديني. لذا كانت مهمة المؤرخين في التسعينيات هي القضاء على الصورة النمطية، وفي هذا الصدد كان من السهل إيجاد صورة نمطية أخرى، وهي أن الإمبراطورية العثمانية كانت مكانا آمنا أحب فيه اليهود والمسيحيون والمسلمون بعضهم. في ضوء العنف والفوضى لاحقا بدت الإمبراطورية العثمانية وكأنها عصر ذهبي، لكنها في الواقع كانت مليئة بالظلم الاجتماعي. كان غير المسلمين خاضعين للمسلمين، كان عليهم دفع الجزية، ولم يسمح لهم بحمل السلاح ولا بالعمل في الحملات التبشيرية. المسيحيون الأرثوذكس والكاثوليك الأرمن واليهود كانوا رعايا فيما سمي نظام الملل، وكان لكل ملة رئيس ديني مسؤول أيضاً عن الفصل في الأمور الدنيوية لأتباع ملته. وبفضل النظام الملي تمكن المسيحيون واليهود والمسلمون من العيش جنباً إلى جنب دون امتزاج عبر الإمبراطورية ما بين البلقان والأناضول ومن الجبال اللبنانية إلى الأراضي المقدسة. كان نظاماً غير متجانس، لكنه لم يخلو من المنافع، وقد منح الإمبراطورية الاستقرار لأكثر من 4 قرون. تم تقبل هذا النظام طالما بقيت هوية الشعوب الخاضعة تعتمد على ديانتها بشكل حصري. عندما بدأ التسييس شرع هذا النظام في التفكك، وهذا ما حدث في القرن 19، فقد وجدت الإمبراطورية نفسها أمام تحد كبير، ألا وهو كيف يمكن تعديل نظام حكمها غير السياسي ليتناسب مع العالم السياسي. كان هذا العالم السياسي الجديد يعتمد على أفكار الثورة الفرنسية، على رغبة الناس الجديدة في الحرية والاستقلال. لقد زعزع أساسات الإمبراطورية. كان اليونانيون أول من ثار ضد نير العثمانيين، وبدأت الاضطرابات في عام 1821 وسرعان ما أفضت إلى حرب استقلال. كان شعور اليونانيين بالاستقلال موجوداً قبل بداية القرن 19. لقد كان يعتمد على الإرث الإغريقي لليونان القديمة وعلى الديانة الأرثوذكسية اليونانية تحديداً. بعد الثورة في اليونان نظر المسيحيون الأرثوذكس في الإمبراطورية إلى أنفسهم كشعب واحد بلغة وتاريخ مشتركين وكقومية يونانية تريد دولة مستقلة. كان هذا مثالاً للأقليات الأخرى في الإمبراطورية العثمانية وبقوة تفجيرية هائلة. رأى أعداء الإمبراطورية هذا ودعمت فرنسا وبريطانيا العظمى وروسيا
بذريعة حماية المسيحيين المضطهدين في الإمبراطورية المسلمة الانفصاليين اليونانيين. كانوا جميعاً يرغبون في الاستحواذ على المناطق العثمانية في أوروبا وفي آسيا. كانت لليونان أهمية استراتيجية بفضل موقعها المركزي على البحر المتوسط، خاصة لروسيا التي أرادت التحكم في طرق الملاحة في البحر المتوسط. علينا ألا ننسى أن القوى الغربية في المنطقة كانت متنافسة أيضاً. كانت مصالح فرنسا وبريطانيا العظمى وروسيا في مواجهات مستمرة. كانت اثنتان من تلك القوى تتصارعان بلا هوادة مع القوة الثالثة. كانت اليونان مسرحاً لتلك الصراعات، خاصة فيما يتعلق بمصالح بريطانيا العظمى، القوة البحرية الأعظم في شرق المتوسط، ومصالح روسيا التي كانت تسعى إلى تعزيز مكانتها هناك. في عام 1829 اجتمع ممثلون من فرنسا وبريطانيا وروسيا في لندن للتفاوض بشأن استقلال اليونان. أحدث هذا الاستقلال فجوة كبيرة في الإمبراطورية العثمانية. في ذلك الوقت كانت الإمبراطورية العثمانية تهيمن على كامل الشرق الأوسط، كان عالماً واسعاً، ولم تكن خسارة اليونان وشبه جزيرة بيلوبونيز ذات أهمية كبيرة من المنظور الإقليمي، بل كان لها تأثير رمزي قوي. لقد أدى ذلك إلى إشعال الثورات التي ميزت القرن التاسع عشر وأفضت إلى خسارة البلقان. وقد أحدث هذا صدمة كبرى ما زالت ماثلة في التاريخ التركي. سرعان ما انتشرت الشرارة، وبتشجيع من روسيا ثار الصرب والرومان سلافيون وحققوا استقلالا جزئيا. كانوا ما زالوا تابعين للإمبراطورية العثمانية، ولكن في طريقهم إلى الاستقلال. كيف يمكن وقف مد من هذا النوع؟ في عام 1839 بدأ السلطان عبد المجيد عملية إصلاحية جديدة تماماً أطلق عليها اسم التنظيمات. لقد وعدت بالحرية والأمن لكل العثمانيين وبالعدالة القانونية للجميع، مسلمين وغير مسلمين على حد سواء. وكأنه ما زال من الممكن إيجاد مواطن عثماني مرتبط بالإمبراطورية. لا أعتقد أن البيروقراطيين كانوا يدركون حجم الرغبة في التحرر. لقد كان تحولا من الديانة البحتة إلى الهوية القومية، وتحولت كل مجموعة دينية إلى وحدة قومية. كانت اللغات الصربية والبلغارية واليونانية والأرمنية التي اعتمدت عليها تلك الديانات تسرع هذا التوجه القومي. شيئاً فشيئاً تحولت الملل العثمانية إلى قوميات تعتمد على الهوية الدينية واللغة، وما زال البلقان يحمل هذه الصبغة إلى يومنا هذا. في البوسنة انقسم الشعب السلافي الذي يتحدث نفس اللغة السلافية إلى قوميتين متناحرتين. أعلن المسيحيون الأرثوذكس أنفسهم كصرب، فيما طالب المسلمون بهويتهم الخاصة لا الصربية ولا العثمانية بل البوسنية. اندلع تمرد بين الفلاحين الصرب في أرياف البوسنة عام 1875، وكان هذا بداية الانفصال بين الشعبين. كان جل طبقة مالكي الأراضي في البوسنة من المسلمين، فيما كان الفلاحون من الأرثوذكس، وهكذا. يمكن قراءة ثورة الفلاحين كثورة طبقية، ويمكن قراءتها كثورة عرقية،
المؤرخ ذو النزعة القومية يقرأ الأحداث عام 1875 في الهرسك كثورة قومية، ووفقا للتقارير من تلك الفترة كانت ثورة تجمع الجانبين الطبقية والعرقي. هذه منطقة تعاني الجوع المزمن وتقلب المناخ وشح المحاصيل، هل كان تمردا بدوافع عرقية أم لا؟ إنه الاثنان معا. حمل الفلاحون المسيحيون السلاح في كل أرجاء البلقان، لكن القوات العثمانية غير النظامية باشي بوزوق قمعت ذلك التمرد بوحشية. لقد ارتكبوا العديد من المجازر في بلغاريا التي وثقها الإعلام الغربي، ووقفت أوروبا في صف المسيحيين في الإمبراطورية العثمانية، ووصف الأتراك بأنهم الطرف السيء، واتهموا بارتكاب الأعمال الوحشية، فيما لم يذكر أحد ما كان يحدث للجماعات المسلمة في البلقان. بلغ التوتر ذروته عام 1876، وتحول التمرد البوسني إلى أزمة في الشرق، وكانت القوات العثمانية تذوي. أطيح بالسلطان عبد العزيز في اسطنبول، خلفه مراد الخامس، وبعد إصابته باختلال عقلي تولى في أغسطس آب من عام 1876 شقيقه عبد الحميد الثاني السلطة. حصل على سيف عثمان مؤسس السلالة في مسجد السلطان أيوب، وكان في عمر 34 عندما أصبح السلطان العثماني 34. كان عبد الحميد الثاني الأمل الأخير. عندما بدأت الإمبراطورية في الانهيار نتيجة مساعي القوميين خاصة في البلقان ونتيجة ضغط القوى الكبرى، حاول اللعب بورقة جديدة، وكان يعد صاحب فكر ليبرالي، وكان يعول عليه لوضع دستور للإمبراطورية. كان هذا حلما لسنوات عدة. اعتقد المتحررون العثمانيون أن هذا سيحل كل مشاكل الإمبراطورية، وكانوا يثقون بقدرتهم على منع تدخل القوى الكبرى. حقق السلطان عبد الحميد حلم المتحررين من خلال دستور وانتخابات وبرلمان، واستمر العمل بمبدأ العدالة للجميع مسلمين وغير مسلمين. هل كان يعتقد أن في مقدوره القضاء على المد القومي في البلقان ودعوة القوى الأوروبية إلى الإصلاحات بهذه الطريقة؟ كانت أوهامه قصيرة المدى، ففي إبريل نيسان من عام 1877 أعلنت روسيا الحرب. المشكلة الكبرى أمام الإمبراطورية العثمانية كانت روسيا التي أرادت تفكيك تلك الإمبراطورية. نظرت روسيا لنفسها كحامل للسلافيين خاصة في البلقان. كانت هناك حركة ضخمة للسلافيين بتأثير كبير على القيادة الروسية. كان دوستويفسكي مثلا يحلم بغزو القسطنطينية لكي تصبح تسارغارد كما كانت تسمى بالروسية وتعني مدينة القياصرة. كانت مواجهة كبرى، المسيحية ضد الإسلام، أسلاف ضد الإمبراطورية العثمانية. كان الكثير من الأشياء على المحك. هزم العثمانيون خلال بضعة أسابيع فقط. خطط الروس لتفكيك الإمبراطورية، لكن لم تكن فرنسا ولا بريطانيا ولا النمسا المجر ترغب في السماح لروسيا بكسب كل الغنائم وحدها. في يونيو حزيران من عام 1878 اجتمعت القوى الأوروبية الكبرى في برلين. كان العثمانيون حاضرين أيضاً كمراقبين،
لكن لم يكن يسمح لهم بالمشاركة في المفاوضات. بدأت المساومة الكبرى، وكقوة منتصرة حصلت روسيا على مناطق في القوقاز. لقد تمكنت من تشكيل دولة مسيحية جديدة وهي بلغاريا، التي كانت رسمياً جزءاً من الدولة العثمانية، لكن في الواقع كانت الكلمة الفصل هناك لروسيا. حققت رومانيا والجبل الأسود وصربيا استقلالها أخيراً، فيما آلت البوسنة والهرسك إلى النمسا المجر. إجمالاً فقدت إمبراطورية عبد الحميد أكثر من 200,000 كيلومتر مربع في أوروبا. القصة الحقيقية لذلك العصر ليست فقط قصة خسارة المناطق العثمانية، بل قصة خسارة المسلمين العثمانيين لبيوتهم، وقصة تشريد الملايين من الناس، وغالبا ما كان عنيفا جدا. اليوم ينظر إلى أزمة اللاجئين كقضية تخص المجتمع الدولي، وفي الواقع كانت الأزمة بين عامي 1876 و1878 بماعية التوسع المبكر للإمبراطورية الروسية حول البحر الأسود وتشرد مئات الآلاف من المسلمين، كانت بداية عصر اللجوء الحديث. بعد الحرب والذل في برلين انتهى عهد عبد الحميد المتحرر. لقد ألغى دستور عام 1876 وحكم بمفرده. كان مستبداً ولكنه كان مستنيراً. كان السلطان عبد الحميد ما زال يرغب في إنقاذ الإمبراطورية، وكان يريد إضافة الإنجازات الغربية إلى الحضارة الشرقية كما قال. وفي عهده سعى إلى تحديث الجيش والإدارة والنظام القضائي والتجارة والبنية التحتية. كان التعليم أولوية، وأنشئت الأكاديميات العسكرية والكليات الطبية والقانونية في كل أرجاء الإمبراطورية. في عام 1888 استمتع الركاب بأول رحلة لهم على متن قطار الشرق السريع من باريس إلى اسطنبول خلال 3 أيام فقط، وتدفق المسافرون إلى البلاد حاملين معهم التأثير الغربي العصري. اسطنبول أو القسطنطينية كانت ساحرة، وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر كانت مدينة عصرية تماماً. كان حكم عبد الحميد بالرغم من الاضطهاد والحكم المطلق عصراً رغيداً لسكان اسطنبول. يمكننا أن نرى ذلك في محيط قصر فندق بيرا. نزلت سارة بيرنهارت هناك مرتين أو 3 مرات، وتشكلت طبقة اجتماعية جديدة، برجوازية صغيرة ترتدي البذلات وربطات العنق كدليل على الحداثة، كانت تضم كل المستفيدين من بقاء الإمبراطورية. كان الأوروبيون مهتمين أيضاً باستمرار وجود الإمبراطورية العثمانية. استثمرت فرنسا وبريطانيا العظمى تحديداً في التجارة وشركات السكك الحديدية والمناجم، وبتأسيس مصرف عثماني برأس مال فرنسي وبريطاني نشأ ما يشبه المصرف المركزي. وأصبح للدول الأجنبية امتيازات عززت التنازلات الموجودة أصلاً والمتمثلة في معاهدات تعود إلى القرن السادس عشر، منحت الأوروبيين مزايا هامة مثل حرية التجارة والإعفاءات الضريبية في الإمبراطورية العثمانية. Au XIXe siècle, les capitulations
في القرن التاسع عشر منحت تلك الامتيازات الخاصة لكل القوى الغربية، وهذا جعلها منيعة، امتيازات منحت كل الأجانب الحق في الاتجار بحرية دون إبلاغ السلطات العثمانية. كانوا يتمتعون بالحصانة ولا يخضعون للولاية الإقليمية، كانت ميزة استعمارية في حقيقة الأمر. هذه الامتيازات خرق لحقوقنا، هذا ما كتبه السلطان عبد الحميد، ولكن ما العمل؟ كانت قدرته على المناورة محدودة. عندما تولى مقاليد الحكم كانت البلاد مفلسة وغير قادرة على تسديد ديونها للأسواق الفرنسية والبريطانية، وفي عام 1881 تقلصت سلطته بعد تشكيل إدارة خاصة لديون البلاد. كان لتلك الإدارة الحق في وضع اليد على دخل الدولة عند الحاجة، لضمان سيولة النقد في الإمبراطورية، ولضمان تسديد الديون. كان هذا انتهاكاً للسيادة المالية للإمبراطورية. كان هناك الكثير من التذمر والمرارة، لأن النتيجة هي أن الشرق لم يكن قادراً على مواكبة التطور العصري وفقاً للنموذج الغربي من دون موافقة خارجية. نتج عن هذا عقدة نقص ما زالت موجودة في تركيا إلى يومنا هذا. إنه مزيج فريد من الحب والكراهية للغرب في آن واحد. نحن نحبه ونريد أن نكون مثله وأن نتخلص من نموذجنا المجتمعي. لزمن طويل كانت فرنسا وبريطانيا ضمانتين للاستقرار في الإمبراطورية العثمانية، لكن ومع نهاية القرن التاسع عشر تغيرت الأولويات. لقد وصلت الإمبريالية الأوروبية إلى ذروتها، كانت في حاجة إلى موارد جديدة وأسواق جديدة. وبعد غزو الجزائر العثمانية غزت فرنسا تونس عام 1881. في العام التالي احتلت بريطانيا العظمى مصر، وقربتها قناة السويس من الهند أكبر مستعمراتها. كانت هذه خيانة في نظر العثمانيين، لكن وبالنسبة إلى إحدى القوى التي بقيت إلى اليوم محايدة، كانت تلك فرصة لفرض النفوذ. في عام 1889 سافر القيصر الألماني فيلهلم الثاني إلى اسطنبول في زيارة رسمية، حيث استقبله السلطان عبد الحميد استقبالاً مهيباً. كرمزاً للصداقة الجديدة بينهما، وضع الزعيمان خططاً لخط سكات حديد جديدة. كان من المفروض أن يمتد من برلين إلى بغداد إلى بلاد الرافدين والخليج الفارسي وحقوله النفطية، ليصل إلى أعتاب مناطق النفوذ البريطاني. لاحقاً خطى القيصر خطوة رمزية أخرى خلال رحلة إلى الأراضي المقدسة، إذ أعلن نفسه رسمياً في دمشق صديقاً وحامياً للشعوب المسلمة. كان الألمان يعرفون كيف يستفيدون من فكرة أنهم كانوا حديثين على الساحة كقوة لم تعمل من قبل ضد المصالح العثمانية. لم يشاركوا قط في استغلال الموارد العثمانية، بل في الواقع وهذا ما أصبح منسيا، جاءوا لمناصرة المسلمين. حركة سياسية ذكية في الوقت الذي كان السلطان عبد الحميد يضع الإسلام في الأولوية سياسياً واستراتيجياً.
كان العثمانيون حريصين على ألا تتكرر تجربة البلقان، أي تطور الهوية القومية المميزة التي تعتمد على الدين والتاريخ، ألا تتكرر في العالم العربي. كانت البلقانة تعني تقسيم وتفكيك مناطق بأكملها، اعتمدت الإمبراطورية العثمانية عليها بوصفها قوة عالمية. ولو حدث ذلك في العالم العربي لكان ذلك سيؤدي إلى تراجع العثمانيين إلى أراضي الأتراك، لذا كان العثمانيون يحاربون هذا بأي ثمن. كان عبد الحميد يدرك أن الإمبراطورية قد تفقد البلقان، وعندئذ سيكون التراجع إلى آسيا الصغرى التي لن تتجاوز الأناضول أمرا لا يمكن تفاديه. ولهذا كان من المهم حماية مركز الإمبراطورية، وهو المركز التركي وفقا لرأيه من الأطراف المسلمة المحيطة به. من يكون هؤلاء؟ الألبان والأكراد والعرب. لم يكن عبد الحميد في دوره كسلطان مجرد حاكم، بل كان أيضا خليفة للمسلمين وقائدا روحيا للمذهب السني. يعود هذا الشرف إلى القرن السادس عشر، عندما غزا العثمانيون المواقع المقدسة في مكة والمدينة، وقد استغل هذا عبد الحميد ليجعل الإسلام الأساس الجديد للإمبراطورية، وهي إمبراطورية ثلاثة أرباع سكانها من المسلمين. في عام 1900 وفي الاحتفالات السنوية لتوليه الحكم، أمر عبد الحميد ببدء بناء خط السكك الحديدية الحجازي من اسطنبول إلى مكة. كان هذا يصور العثمانيين كحماة للحج ويوسع حدودهم الإمبراطورية. شملت سياسات الخليفة كل أرجاء الإمبراطورية العثمانية، سوريا، فلسطين، بلاد الرافدين، الحجاز، اليمن. عاد اهتمام السلطان لينصب على المناطق العربية التي بقيت مهمشة لفترة طويلة. لقد قربهم خط السكك الحديدية من مركز الإمبراطورية. افتتحت المدارس والجامعات وشجعت النخب المحلية على الالتحاق بالجيش والإدارة. وبالرغم من تعالي الدعوات إلى الحكم الذاتي والتجديد الثقافي في بيروت ودمشق، بقيت المناطق العربية موالية للإمبراطورية. لكن في شرق الأناضول كانت أقلية مسيحية في هذه الأثناء تتابع أهدافها القومية، وهي الأرمن. كانت متناثرة عبر الإمبراطوريات العثمانية والروسية والفارسية، وكانت تركز على دينها ولغتها وتاريخها القديم. كان العثمانيون ينظرون إليها كتهديد في قلب ما يرونه مركزاً للإمبراطورية، أي الأناضول، الأتراك، المسلمين. اندلعت ثورة في ساسون عام 1894، وارتكبت مجزرة بحق الأرمن كعقاب لهم. كانت تلك مقدمة لمذبحة عام 1915. كانت هذه المجزرة خرقاً في تاريخ الإمبراطورية، ليس في القرن التاسع عشر فحسب، بل إجمالاً. كان هذا تشريعاً مفاجئاً لقتل الناس دون عقوبة. أعتقد أن فكرة التجانس العرقي كانت في عقول الناس أصلاً. هناك مؤشر واضح على هذا، 200,000 ضحية من شعب يبلغ عدده مليوناً ونصف مليون نسمة، لم يكن بالعدد القليل. أرادت الدولة تغيير الحدود الديمغرافية، وفي الوقت نفسه صقل الذاكرة الأرمنية الجماعية بطريقة صادمة لقمع احتجاجات ومطالبات أخرى. كانت أوروبا غاضبة. لقبت الرسوم الكاريكاتورية في وسائل الإعلام عبد الحميد بالسلطان الأحمر الجزار المتعطش للدماء. لكن الحكومات الأوروبية لم تتدخل، وترك الأرمن الذين كانوا رسمياً تحت حمايتها منذ مؤتمر برلين
ليواجهوا قدرهم. أعادت الإمبراطورية توجيه نفسها نحو الأناضول وآسيا الصغرى، لكن وفي هذه الأثناء كان انهيارها وشيكاً في البلقان. وفي مقدونيا آخر مناطقها الأوروبية كانت هناك تصادمات بين القوميين من الصرب واليونانيين والبلغاريين. كان للقومية اليونانية أهداف توسعية نحو مقدونيا. كانوا يذكرون الناس دوما بمقدونيا القديمة للملك فيليب الثاني والإسكندر الأكبر. كان هذا جزءا أساسيا من القومية اليونانية منذ البداية. في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أصبحت الحركة القومية البلغارية أقوى وأرادت ضم مقدونيا هي الأخرى، فيما طالب القوميون الصرب بجزء من شمال مقدونيا، ومن ثم ظهرت حركات محلية. كان الجميع يتصرفون وكأن الإمبراطورية العثمانية غير موجودة. الغريب هو أن الحركات المسيحية القومية تصارعت فيما بينها بدموية تفوق صراعها ضد الإمبراطورية العثمانية الحاكمة هناك. إنها عملية تطورت تدريجياً، عملية لا تتعلق باكتشاف الجميع فجأة أنهم كانوا يونانيين أو بلغاريين أو أتراكاً. كانوا يريدون إثبات ما إذا كان المسيحيون الأرثوذكس في مقدونيا يونانيين أم أنهم بلغاريون، وهذا صراع امتد عقودا طويلة وشهد نزاعات في المدارس والكنائس وفي الإعلام. في عامي 1905 و1906 اشتد العنف على نحو كبير. كانت حربا دموية يونانية بلغارية تجري على مرأى من المسؤولين العثمانيين. وهنا ظهر سؤال آخر، ألا وهو هل المسلمون هناك مجرد مسلمين أم أن لهم هوية قومية؟ وجاءت الإجابة من أوساط الجيش العثماني، ففي 3 يوليو تموز من عام 1908 تمردت مجموعة من الضباط الشباب في سالونيك، وككل الجنود العثمانيين كانوا من المسلمين. كانوا أفراداً في جمعية الاتحاد والترقي، أكبر منظمة مناوئة للسلطان، وأعلنوا عن اعتزازهم بهويتهم التركية. بعد الذل والهزيمة في الانسحابات المتتالية للإمبراطورية، أرادوا وضع نهاية للحكم الاستبدادي لعبد الحميد الثاني وإنقاذ الإمبراطورية. شكلوا حزب تركيا الفتاة، وخلال 3 أسابيع أشعلوا البلقان بأكمله. كان السلطان يرزح تحت الضغط، وفي 23 يوليو تموز كان على عبد الحميد إعادة الدستور المتحرر لعام 1876 والذي كان قد ألغي عام 1878. كانت الأجواء حماسية وساد شعور جديد بالحرية والأخوية. في خطابه الشهير قال أنفر باشا أحد القادة الثوريين: كلنا إخوة، لا يوجد بلغار ولا يونانيون ولا صرب ولا رومانيون ولا يهود في إمبراطوريتنا، نحن فخورون بأننا عثمانيون. العامل المتناقض في حركة تركيا الفتاة هو أنها تأسست لتنقذ الإمبراطورية العثمانية، لكنها في الواقع منحت القوى الثورية في الإمبراطورية صوتا أعلى. سرعان ما أدركت تركيا الفتاة هذا التناقض، ولهذا أوضحت بأنها ستحافظ على الإمبراطورية العثمانية وستحترم مطالب غير المسلمين، لكن العامل التركي يجب أن يهيمن في الإمبراطورية. وسرعان ما تحول شباب حزب تركيا الفتاة الوطنيون إلى أتراك قوميين. وصلت الموجة القومية التي انطلقت قبل قرن من الزمن في اليونان أخيراً إلى المركز التركي للإمبراطورية العثمانية،
التي كانت على مشارف النهاية. في الفوضى التي أعقبت الثورة، أعلنت بلغاريا بتشجيع من روسيا استقلالها، وضمت النمسا، المجر إليها، البوسنة والهرسك. كان البلقان ينتظر فقط إشارة لينقلب بالكامل على الإمبراطورية، وجاءت الإشارة من طرابلس في ليبيا، آخر منطقة عثمانية في القارة الإفريقية، وكانت إيطاليا تركز أنظارها عليها. أطلقت روما الهجوم في سبتمبر أيلول عام 1911. قاوم الجيش العثماني لكنه لم يكن قادراً على دحر التقدم الإيطالي. كشف احتلال ليبيا عن ضعف الإمبراطورية العثمانية، وهذا ما شجع صربيا والجبل الأسود واليونان وبلغاريا على تشكيل تحالف البلقان. وفي أكتوبر تشرين الأول من عام 1912 أعلن الحرب على الإمبراطورية، وانضم إليه المرتزقة الألبان. انهار الجيش العثماني الذي كان ضعيفاً أصلاً بعدما حدث في ليبيا، وسقطت مدينة سالونيك، مدينة الثورة، عام 1908 في أيدي القوات اليونانية. سقوط المدينة من دون مقاومة كان بمثابة إذلال، وتكرر ذلك في إدرنة على مقربة من اسطنبول كان إذلالاً مضاعفاً. هزمت شعوب البلقان الإمبراطورية العثمانية بعد 4 قرون من الحكم الأجنبي، لكن ماذا عن مصير مقدونيا العثمانية؟ ظهرت المنافسات، إذ كانت لبلغاريا طموحات مختلفة عن اليونان وصربيا، وكانوا جميعاً ضد الألبان. اندلعت حرب جديدة، لكن هذه المرة بين الدول التي كانت حليفة قبل فترة وجيزة. لم تكن حرب تحرير شنها الشعب على خصومه فحسب، كانت حرباً بين القوميات، كانت تتصارع فيما بينها وتهدف إلى تدمير الآخرين الذين يتحدثون لغات مختلفة وينتمون إلى أديان مختلفة. أبيدت قرى بأكملها وشرد الناس، اغتصاب وإجبار على تغيير الديانة بكل الوسائل الممكنة، تم تطهير تلك المناطق، تم تهجير أكثر من 400,000 شخص قسراً، معظمهم من المسلمين. It means the beginning of what we would call ethnic cleansing. هذا يعني بداية ما نطلق عليه اليوم التطهير العرقي. ما أعتقده هو أن ما رأيناه في التسعينيات من القرن الماضي كان مثالاً على شيء بدأ في أواخر القرن 19 وانفجر في بداية القرن 20. وبهذه الطريقة نشرت الدول الضعيفة العنف ضد المجموعات العرقية، سواء من خلال جنودها أو غالباً من خلال قوات شبه عسكرية تربطها بها علاقات قوية ولكن غير مباشرة. وكانت هذه تفرض نوعاً من العنف السياسي لفرض بعض الحقائق الجديدة على الأرض.
jump in the air like Superman.